السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيلم جديد. كيبدا فيلمنا مع هاد الشاب اللي سميتو ضاي. يلاه فاق وكان مازال دايخ، وشاف يدو اللي كانت عامره دم، وكان في واحد البيستين خاوي من الماء والعمق ديالو 6 متر، حتى كتجرو واحد التمساح وعضاته من رجلو، وبقى كيضرب في التمساح حتى طلقاته، وكانت رجلو مهرسه وغير حازمها، وتم غادي هربان من التمساح اللي كان تابعه، ولقى واحد السطل هزو وبقى كيضرب به التمساح حتى بعدات منه. ونرجعوا بالوقت 6 ايام قبل، وكان هاد البيستين مازال عامر بالماء وكيصوروا فيه واحد الحملة إعلانية. وسكت لهم الضوء، والمخرج غوت على التريسيا اللي كان هو ضاي وطلب منه يصايب لهم الضوء. مشى ضاي وصايب لهم الضوء، ثم جات عنده خطيبته اللي سميتها كوي وكان معها حتى الكلب ديالهم. ومن بعد ضاي مشى ياخذ البرة ديال الأنسولين حنت فيه السكر، تبعاته كوي وعطاته واحد الكادو وحنت اليوم عيد ميلاده. ولكن ضاي ما عجبوش الحال وقال لها باللي خاصهم يجمعوا هاد الفلوس باش يقدروا يتزوجوا. في نفس الوقت جا عندهم صاحبهم وقال ضاي باللي المخرج باغي الكلب ديالو يمثل به واحد اللقطه، وبداو يصوروا في اللقطه، وكان الكلب مدرب باش ينقز من اللي سمع ضاي يصفر عليه. ومن اللي سالوا التصوير خداو واحد صوره تذكاريه. والغد ليه ضاي كان ناعس فوق واحد العوامه في البيسين، وجا صاحبه خدم مضخات تفريغ باش يخوي البيسين من الماء حنت غادي يتسد، وجاب الكلب ديال ضاي وهز الصاك اللي فيه الحوايج ديالو، وثم طيح واحد العلبه معدنيه في واحد الحفره اللي كانت مغطيه بشبكه ديال الحديد، ومشى لعند ضاي اللي لقاه ناعس فوق العوامه وطلب منه يطلع من البيسين حنت خدم مضخات تفريغ والبيسين غادي يخوى من الماء. وربط الكلب في واحد البوطو وحط واحد الحقنه ديال الانسولين لضاي. ثم التليفون ديال ضاي بدا كيصوني، ولكن ضاي ما جاوبش على المكالمه ودار التليفون في وضع الاهتزاز. وصاحبه قال لي انه غادي يسافر برا البلاد لمده 3 شهور، ثم ضاي يطلب منه يجيب لي بيتزا قبل ما يمشي. صاحبه قال لي باللي غادي يجيبها لي عامل توصيل ومشى فحاله. ضاي نسى راسه ورجع نعس فوق العوامه، والبيسين كان كيخوى من الماء. ملي فاق ضاي لقى البيسين خوى النص ديالو من الماء، وبدا كيحاول يطلع من البيسين ولكن ما قدرش، وتقصح بزاف في ظفره وجاب العوامه طلع فوق منها ولكن ما قدرش يطلع من البيسين. ثم اخذ الحزام ديال البينوار وحزم فيه النظاظر وحاول يجر بهم التليفون، ولكن هاد العمليه ما صدقاتش. حتى لواحد اللحظه التليفون بدا كيصوني، وبسبب وضع الاهتزاز كان جاي التليفون زالك جهه البيسين، وضاي كان مستعد باش يشد التليفون قبل ما يطيح في الماء. ثم الكلب ديال ضاي طاح في البيسين وبقى معلق، وضاي قرر انه يمشي يطلع الكلب قبل ما يموت مخنوق، وطلع الكلب بهذيك العوامه. وتم ضاي شاف التليفون اللي كان جاي طايح في الماء وتقلق بزاف، ولكن ملي رجع تلفت لقى التليفون مازال معلق بالشارجور، ورجع جهه التليفون وحاول يوصل ليه. وفي اللحظه اللي قدر يوصل للتليفون جروا لعندو وطيحوا في الماء، شي اللي خسر التليفون. ثم ضاي غطس باش يسد الغلاقه ديال قناه الصرف الصحي، وفي نفس الوقت وصل عامل التوصيل اللي كان جايب البيتزا، وبدا كيصوني على ضاي ولكن التليفون كان ساكت. ملي بغى ضاي يطلع وحلات ليه السنسله اللي كانت في السروال ديالو في الغلاقه ديال قناه الصرف الصحي، وكان كيشوف في عامل التوصيل وبدا كيجر في السنسله بالجد باش يقطعها، والعامل حاط البيتزا ومشى باش يخدم الموتور ديالو يمشي فحاله. ثم ضاي قدر انه يقطع السلسله وطلعوا بدا يغوت على عامل التوصيل، وعامل التوصيل خدم الموتور ديالو وما سمعش ضاي ومشى فحاله. في هذا الوقت كان ضاي عيا بزاف ومشى طلع فوق العوامه باش يرتاح شويه، ولكن داه نعاس. ثم جات كوي ولقاته ناعس وبغات تلاه عنده البيسين، تفاجئوا. وملي كانت جايه بالجري باش تلاه لعندو في البيسين فاق ضاي وقال ليها ما تلاحش. ثم كوي زلقات وضربات راسها وطاحت في البيسين، وكان راسها دايز منه الدم بزاف وفقدات الوعي. طلعها ضاي فوق العوامه ونزل باش يحلفوا تحت قناه المجاري ويخلي البيسين يخوى بالزربه. وجا الليل وكان البيسين قريب يخوى وكوي مازال مغيبه، حتى سمع ضاي الكلب ديالو كينبح. تلفت فيه لقى حدا واحد تمساح كبيره بزاف، وبدا ضاي كيقول الكلب ديالو يسكت باش يخلي التمساح تمشي فحالها، ولكن الكلب خلع التمساح وطاحت في البيسين. والغد ليه في الصباح ديال النهار الثاني كان البيسين خوى من الماء وكوي مازال مغيبه، وضاي كان حادي التمساح اللي كانت ناعسه وحالها فمها. شويه شاف في الجيب ديال كوي جهاز كشف الحمل وشاف فيها انها حامله، وقلب حتى الضربه اللي كانت في الراس ديالها، ومشى جهه التمساح باش يجيب واحد اللصقه ديال السكوتش اللي كانت في الفم ديال التمساح، وقدر انه ياخذها قبل ما تفيق التمساح وتعضه. ورجع لعند كوي وخذ شويه ديال الثوب وحزم ليها راسها باش يوقف النزيف، وبدا كيشرف فيها شويه ديال الماء اللي كان بقى في السطل. من بعد ضاي مشى للغلاقه ديال قناه الصرف الصحي وحاول يحلها ولكن ما قدرش. رجع لعند كوي تما شاف السلسله اللي كانت لابسه ساها وفيها واحد القطعه معدنيه، وخذ ضاي هذيك القطعه المعدنيه ومشى باش يحل بها الغلاقه ديال قناه الصرف الصحي. ثم لقى التمساح جات فوق من الغلاقه بقى كيضرب فيها حتى بعدات منها، وقدر انه يحل الغلاقه ديال قناه الصرف الصحي. ورجع ضاي لعند كوي يشوفها واش فاقت،
تم التمساح نزلات في قناة الصرف الصحي وبقى ضاي كيتسنى فيها تطلع من تما، وشاف حتى ضفرو اللي كان مقصح فيه بزاف وقلعو وحزم صبعو بالسكوتش باش يوقف النزيف ديال الدم، ورجع لعند كوي اللي كان طالعاها الحرارة. ثم قرر داي ينزل في قناة الصرف الصحي، وملي نزل لقى فيها جوج اتجاهات، والاتجاه اللي مشى فيه لقاه كيطلع في جنب البيسين، ولكن كان مغطي بشبكة ديال الحديد وسادينها بواحد القفل. في هذا الوقت رجع التمساح طلعت من قناة الصرف الصحي وشافها داي في واحد المرايا غدا الكوي، رجع طلع بالزربة من قناة الصرف الصحي وقدر يجري على التمساح قبل ما تقتل كوي اللي كانت يلاه فاقت من الغيبوبة وكانت مقصحة بزاف ومازال ضيخة. داي تفكر من اللي كان هادر مع صاحبه وقال لي انه في حالش كانت كوي حاملة غادي يطلب منها دير الاجهاض واخا ماشي قانوني. وفي الليل شاف داي الكلب ديالو كياكل في البيتزا، والكلب لاح الكرتونة ديال البيتزا في البيسين وكل منها داي وكوي. وفي النهار الثالث فاق داي وكانت قادة ليهم الماء، وجاته الدوخة بسبب نقص حاد في الانسولين وطاح غيب، وكان كاتب حدا بالسكوتش النجدة. حتى الليل عاد فيقاته كوي وشاف التمساح اللي كانت بيضت. وفي النهار الرابع مع الصباح قدر داي يسد على التمساح اللي كانت جاية باغا تاكله في قناة الصحي، وكلاو ليها من البيض ديالها. من بعد حاول داي يهز كوي على كتافو باش تقدر تطلع من البيسين، ولكن ما قدرتش تطلع. وفي النهار الخامس مع الصباح حلوا على التمساح باش تطلع البيسين، ومشات كوي نزلات بالزربة في قناة الصرف الصحي، والتمساح ملي ما لقاش البيض ديالها تمت جاية جهة داي، ولكن داي قدر انه ينزل فتحة المجاري ويسد عليهم في اخر لحظة. ومشاو للبلاصة اللي جا ليها داي في الاول. وفي الليل داي بدا كيترعد بزاف بسبب نقص حاد في الانسولين حنت 5 ايام اخذ الحقنة. ثم طلع باش يحاول يوصل الحقنة اللي كان جابها ليه صاحبه، ولكن طيحها وتهرسات. وفي النهار السادس مع الصباح وبالصدفة لقى داي العلبة المعدنية اللي طاحت في الاول وكانت فيها حقنة ديال الانسولين. ومن بعد ما اخذ الحقنة ديال الانسولين سمع صوت ديال واحد الدرون اللي كانت طايرة فوق البيسين، ومشى داي يطلع البيسين لعله وعسى يشوفوا مول الدرون ويقدم ليهم المساعدة، ولكن الدرون مشات وما شافتش داي. وكانت كوي سدات عليها الفتحة بواحد البرميل وتحرك البرد بزاف، الشي اللي قطع واحد السلك كانوا معلقين فيه الحوايج، وحاول داي يطلع من هاد السلك واخا كان مشوك. ومن اللي كان طالع جرحوا ليه يدي بزاف وبقاو دايزين بالدم. وفي اخر لحظة من اللي غادي يكون داي قريب يطلع من البيسين غادي يتحل السلك ويطيحه، وغادي يطيح داي يتهرس من رجله. ومن بعد ما حزم رجله غيب، ومن اللي فاق من الغيبوبة كان داي خلق التمساح كتعض فيه من رجله وبقى كيركل فيها حتى طلقاته، وتم غادي هربان من التمساح اللي كان تابعه تلقى وراه سطل هزو وبقى كيضرب به في التمساح حتى بعداش منه. وجليل وكانت الشتا كتصب بالجهد، البلاصة اللي كانت فيها كوي بدات كتعمر بالماء ديال الشتا. وفي نفس الوقت داي قدر انه يقلب الكرسي فوق من التمساح ونزل لقناة الصرف الصحي ومشى في الاتجاه الاخر، قدر انه يلقى واحد المخرج، ولكن من اللي طلع منه لقاه كاين غير في البيسي اللي حداه. ثم تقلق بزاف وبدا كيبكي. ومن اللي رجع لقناة الصرف الصحي فقد الوعي. والغد ليه في الصباح ديال النهار السابع طاح الدرون في البيسين، وجاو جوج رجاله باش يقلبوا عليها، ولقاو واحد السلوم اللي بيه هبطوا البيسين. من اللي هز الدرون شافوا الدم وحتى الكتبه اللي كتب داي بسكوت، ولكن قرروا انهم يمشيو في حالهم. ثم فاق داي وسمع الهضره ديالهم، ومن اللي طلع من قناه الصرف الصحي كانوا الرجاله مشاو في حالهم، وشاف السلوم اللي كان مازال معلق مشى باش يطلع منه، ولكن حبساته التمساح. وداي شد السلك اللي كان مشوك ودوروا على يدو وبدا كيضرب به في التمساح، وشاف في المرايه ان كوي كتحاول تحل الشبكه حنت البلاصه اللي فيها عمرات بالماء وقريب غادا تغرق. ثم داي ضرب التمساح بواحد العصا وجرحها، وحتى السلوم اللي كان معلق طلع بسبب الشتا، الشي اللي خلى داي يفقد الامال وطاح الارض. وجاء التمساح بدات كتعض فيه، وفي اخر لحظه قبل ما تقتله سمع كوي كتصفر عليه وفاق داي وضرب التمساح، والكلب نقز في البيسين حنت كان مدرب ينقز من اللي سمع داي صفر عليه. ومن اللي نقز الكلب بقى معلق وتخنق مات. ثم داي ناد هز واحد الانبوب معدني وقتل به التمساح، ومشى طلع باستخدام جثة ديال الكلب ديالو. ومن اللي طلع لقى البلاصه اللي فيها كوي عامره بالماء وبقى كيتضارب مع القفل حتى قدر انه يهرسو ويحل الشبكه، وقدر انه يطلع كوي اللي كانت فاقده الوعي وسحاب ليه ماتت، ولكن من بعد ما دار ليها التنفس الاصطناعي رجعت تنفست. وهنا سالا فيلمنا، ما تنساش جيمو ابوني وشي كومونتير زوين، وتهلاو ليا فراسكم حتى الفيلم جاي ان شاء الله.